السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة تريكات على الماشي. هنتكلم النهاردة عن طريقة تغيير الفونت بتاع الجهاز او الخط بتاع الجهاز في جميع اجهزة شاومي بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ما نستخدم اي برامج خارجية. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك دلوقتي وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا بيكم مرة تانية على قناة كوكب التكنولوجيا. عشان اقدر اغير الخط او الفونت بتاع الجهاز همشي على الخطوات اللي انا هشرحها دلوقتي. اول حاجة هنعملها نفتح الاعدادات، وبعدين ننزل شوية كده هتلاقي السمات اللي هي دي، هندوس عليها، وبعدين ندوس على كلمة find more اللي هي دي، وبعدين هاجي من فوق من المكان ده احركه كده لحد ما الاقي كلمة fonts اللي هي دي، هدوس عليها هيبدأ يحمل معايا وهيجيب لي جميع انواع الخطوط اللي موجودة، وكل دي خطوط اقدر ان انا اختار منها واغير الخط بتاع التليفون بالشكل ده. يعني لو انا مثلا اخترت الخط ده مثلا، هدوس على داونلود، بعد ما بيخلص تحميل بيظهر لي هنا كلمة ابلاي، بدوس عليها، وبعدين لما بخرج بلاقي الخط بتاع الجهاز كله اتغير. يعني حتى لو فتحت الاعدادات هلاقي الخط بتغير في كل الاعدادات. لو استفدت من الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.